قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. نعم الشيخ، فضلت الشيخ، شخص متوفي والده ويعرض له في المنام، وبعض الليالي يعرض له وهو غاضب عليه، لا يهتم بها. وسأعطيكم فائدة تستريحون فيها، كل حلم مزعج فهو من الشيطان، أي حلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي حلم تراه يزعجك فهو من الشيطان. فما هو الطريق إلى التخلص منه؟ الطريق كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وتتول عن يسارك، وإذا صحوت وأنت في مرقدك انقلب على الجانب الثاني، فإن عاد عليك وأزعجك فقم وتوضأ وصل ولا تخبر أحد، لأنك لو أخبرت أحدا ثم عبره على حسب الرؤيا وقع، فإن الرؤيا على الجناح طائر، إذا عبرت أو إذا عبرت وقعت. وما أكثر الذين يسألون عن رؤى يرونها في المنام تزعجهم، ولكننا نرشدهم إلى ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن يقول إيش؟ أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا يخبر أحدا وليتغافل عنه. فهذا الشيطان يتمثل بصورة أبيه على أنه غاضب عليه ليزعجه ويقلق راحته، والطريق إلى ذلك أن تقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا تحدث أحدا وتلهى عنه ولا تضر أبدا ولا صدقة ولا شيء. نعم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.